انا اسمي ايمن بي بوي جاد من مايتي جوكرز كرو. Hey, my name is Hamodi, Mighty Jokerz Crew in Qatar. جينا السودان هنا نعمل باتل اسمها Mighty All Style. For me, I think coming here is paying back to the culture in a way. We have one guy from Sudan in our crew, it's just Ayman. As we have like guys from Sudan, Pakistan, and I'm from Iraq, we want to go to our places and we want to bring back these things to our places, the way we've seen it in Europe and in America. And we want to take the culture to the next level in those places, because we know that there's no big events, there is no jams over there. طبعا البريك بدا من بدايه الالفينات السودان فبدا بناس قليلين يعني يمكن 3-4 اشخاص تقريبا حاليا يعني يمكن 40-45 بي بويز I'm so happy صراحة إنه دي أول بطولة أعملها أنا في السودان. كل الناس يعني كانوا معاي سبورت. كل واحد كان يعني بيعمل أحسن ما عنده عشان تطلع البتل دي ظابطة. المهم والله I feel so good. إن شاء الله it will happen next year. الإيفنت أدى حاجات كثيرة يعني منها إن الناس اكتسبت خبرة في نفس الوقت يعني much hope for all the B-boys يعني زمان الفيجن ما كان يعني كان بس إنه واحد بس يرقص بس أو واحد بس يعني يبقى بي بوي لكن كونه يقدر يعني كانت بالنسبه له يعني حاليا بقت يعني الفيجن ذاته بقت اكثر اوضح انه مثلا انا بقدر امثل برا ما في يعني في ما في مستحيل نقدر نحصل المستويات نقدر نحسن مستوانا